أنا مدام لطيفة عبد الرحيم، بقيمة في مصر بقالي 30 سنة. طبعاً أعتبر مصرية. ولادي طبعاً تولدوا هنا كلهم، يعني فأنا بعتبر نفسي مصرية. كل بلد لها طقوس وعادات مختلفة. يعني مثلاً إحنا في المغرب الاستعدادات لرمضان طبعاً بنستعد لرمضان قبلها بأسبوعين أو ثلاث أسابيع، بنجهز حاجات اللي هي إيه بتتحطي على ترابيزة السفرة في رمضان، زي المشبك، زي سليلو، زي البريوات، هذا كلهم حاجات معمولة يدوي ومحشية لوز. إحنا بالنسبة لنا كمغرب الحاجات دي إحنا موجودة عندنا طول السنة، سواء لوز أو عين جمل أو مشمشية أو أراسي أو، لأن عندنا أطباق الخضرة الأساسية بتاعتها هي الفواكه الناشفة. وتيبان طبعا اللوز محمر وحاجات، فاحنا بالنسبه لنا الحاجات دي موجوده عندنا اوريدي. اول ما بيستقبل اذان المغرب بنستقبله بشوربه حريره بالتمر، بحاجات حلوه، حاجات حوادق، حاجات بسيطه، وبنروح نصلي العشاء والتراويح، وبعد كده نرجع الشاي الاخضر طبعا والقهوه ده ضروري، بعد كده ترابيزه العشاء. عشاء كامله الطاجين المغربي والسلطات والذي منه، يعني سفرة رمضان بتاعت المغرب يعني لا يعلى عليها بصراحة. التنوع في رمضان ده الحريرة والمشبك، بس مش مشبك بتاعتكم، مشبك بتاعنا، عشان الحشوة معجون بالسمسم وباللوز، وشربة الحريرة دي طبعا لا أي مائدة في المغرب أو أسرة مغربية سواء في المغرب أو خارج المغرب تقص دي لازم. يعني لو تقولي رمضان في أمريكا رمضان، لازم عند أي واحد مغربي أو واحدة مغربية. أصدقائنا وصديقاتنا بنتلم برضو سواء في طرف البيت سواء عندهم سواء في برا في أي مطاعم تعارف، لأنه أصلا رمضان بتعلمنا. في رمضان ما بنتابعش التلفزيون كتير، لو تابعنا واحدة أو اتنين يعني مش من ساعة ما يقدر المغرب بنبقى تلفزيون ده مسلسل خلاص راحت العبادات. ما هو شهر ده شهر واحد في السنة، يعني الواحد مهما كان لازم يحرم نفسه من ملذة الحياة، سواء التلفزيون سواء الانترنت سواء الفيسبوك سواء حاجات كتير قوي، ويتعبد والخشوع والقرآن والأدعية وصلاة القيام. يعني المفروض ده رمضان، لأن أنا بعرفه وتربينا على كده الحمد لله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أنا بوجه تحية لجميع الدول الإسلامية ودولة المغرب بالخصوص، وعلى رأسهم أمي وإخواتي، أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا، وبالفرحة والسرور وبالتيسير الأمور كلها إن شاء الله، وربنا يرفع علينا هذا الوباء ويجعلنا كلنا مؤمنين خاشعين ذاكرين قائمين صائمين، وربنا يتقبل منا حسن الأعمال إن شاء الله.